زينة من الديسكور هذا في التلفزة فرانشمان يعني لعبت كل ولا تتقلق يعني كل شيء الدين والزواج ولازم الزواج انا ما نحبش نعرس ومش لازم المرأة تعرس كل واحد حر نحترم حرية الناس اختي الغالية خليني نفكرك اللي احنا راه في دولة مسلمة اي هذا اول شيء والاغلبية مسلمة وثاني شيء انا ما فرضت عليك حد شيء وماجي سامحني ما قصيتش عليك يعيشوا معنا يهود ومسيح نحترموهم فهمت ما قصيتش عليك عايش ثاني شيء انا ما نفتيش انا ماجيش قلت لك هذا حرام ولا حلال انا ماجيش الزمت قلت لك اعمل شيء هذا لكن هذا هو ديننا انت قلت اللي كي سامحني اللي ريت لو طون اللي نبعد على ديننا مش نتذلوا نفهم الموضوع هذايا شفتي مش انا مش قاعد نفتيلك انا ذاك هو انسان محافظ وفي عائله محافظه وفي مجتمع محافظ ومسلم اي قال الشريعه دكتور وهذايا هو راهو الحق يعني اللي سامحني هذا الحق ولو انكرتيه راهو يقعد حق